طيب، فلاست تايم شفنا الفانكشن مطلب فانكشنز ما ام ولا الام فايم فانكشنز، اليوم نشوفه الانونيموس فانكشنز. سو ستركتشر فور انونيموس فانكشنز، هذه ستركتشر انونيموس فانكشنز، تسمى انونيموس فانكشنز لانها هي عباره عن يعني طريقه سهله، سمبل واي تو كرييت ا فانكشن، تختلف شوي على الماتلاب فانكشن ام فايل فانكشن، لان ام فايل فانكشن راح تكون مخزنه في فايل، بينما الانونيموس فانكشنز راح تكون يعني از فاريبل، از فاريبل فانكشن راح تظهر لك في الورك سبيس از فاريبل. فهي طريقه يعني شورت كات تو كرييت ا فانكشن، يعني الفائده في الانونيموس فانكشن انك ممكن اذا كانت عندك يعني فانكشن فقط عباره عن equation ولا some equations you can create it in anonymous functions، بينما اذا كانت الفانكشن نفسها عباره عن مجموعه كودات برنامج هنا لا، الافضل انك تسويها as matlab function as يعني file function. فالstructure حقها هي هذه، تختار name الفانكشن، راح تبدا في بدايه name of the function اوكي، بعدها equal، بعدها تضيف symbol هذا at، symbol هذا معناه alert matlab that this is a function. لما تحط at arrobas هذا يعني المطلب alerted that this is a function. ثم تحط argument list، input list argument بين قوسين، وفي الأخير تحط expression of your function. ففيه مختلف هنا في الإكسبريشن، تحط يعني معادلة، مثلا هنا أعطيتكم أمثلة في السلايدات، هذا راح نشوفه كتمرين. سيركل أريا هذا name of the function، سيركل أريا وظيفتها حساب الأريا of a circle. في الأرجمنت إنبوت راح نحط radius، وفي المعادلة راح تكون by radius واثنين. أوكي، لاحظ هنا radius واثنين حطيته على اساس انه ممكن الراديوس يكون فيكتور اوكي، مش فقط سكالر، يعني بذلك حطيت الدوت. لو انه الراديوس فيكتور تطلع لك الارجمنت، تطلع الاوتبوت يطلع لك فيكتور. مثلا لو خديت راديوس يساوي 1 تو 5، فيكتور 1 تو 5، سيركل اريا راديوس، هذا ايش معناها؟ اي ويل كول الفانكشن ونحط الانبوت اوكي، تطلع لي فيكتور. This function also مثل المطلب function can accept more than one input، ممكن تسوي more than one input، ممكن يكون فيها function with two inputs three inputs. okay. مثل المثال هذا، هذه ال equation in function of x and y، حطينا two argument هنا، فبالتالي لو عرفنا ال x وال y نطلب من ال function تعطيني النتيجة of this calculation. راح نشوف هنا أول مثال في السؤال الأول، يعني بسيط، تطبيق بسيط. create an anonymous function for 10 exponential minus 2x and use it to plot the function over the range 0 to. okay، راح نسوي plot for this function من 0 إلى 2، لكن نسويها بطريقة الفانكشن. فأنتم ممكن تسويها بطريقة الفيكتور مثل ما كنا نسويه في يعني في المرات السابقة. So start with opening a new file أول شيء. okay. ملاحظة بس يا شباب، أي طالب يحب يعني عنده شيء يطلع ويرجع، يرسل على الأقل يرسل يد ولا في الشات أنه يطلع ويرجع، تمام؟ حتى ما يقول لي في الأخير يعني أنا كنت طالع ورجعت وما أدري إيش، يعني في وقت التحضير وما سمعت اسمي وما مش عارف، فأو يعطيني إشارة أنه طلع ويرجع بعد ما يرجع. طيب إذا بداية أوكي، نعم لب ورك 7، تعريفة الفايل لب ورك 7. اليوم نشوفوا user defined function بين قوسين، خلا part 2 okay. part 2 week 10.
save your file, control S, save your file. مثل العادة, your name, put your name, your ID, and the object lab 7. هنا add your name and your ID. تمام, هذا بدينا من المقدمات. الحين سؤال أول, question one. إذن لو حبيت نحل السؤال بالطريقة العادية, just يعني طلب مني plot this function, إيش نسوي؟ نعرف x كذا, x يساوي vector من 0 إلى 2. أوكي, نأخذ مثلا التعريف هذا line space 0 2. أوكي, مثال. بعدين نعرف الفانكشن f of x, نعرفها بالفيكتور y. الفيكتور y يساوي إيش؟ 10 exponential minus 2x, 10 ضرب exponential minus 2x كده. بعدين نسوي plot, plot x y. أوكي, هذه الطريقة العادية by defining vectors. الحين راح نحلها بطريقة الفانكشن handle, الفانكشن ولا الانونيموس فانكشنز. الانونيموس فانكشنز نسميها بعض المرات فانكشن هاندل, لانه ليش الكلاس, الكلاس حقها هي في الماتلاب تسمى الفانكشن هاندل. راح نشوفوا ايش معناها. الكلاس هي قلنا each variable عندها كلاس, اما string ولا double precision ولا single precision etc. الكلاس اللي راح تشوفها هنا في الورك سبيس. طيب هنايا هذا, هذه الطريقه الاولى بالشكل هذا. الحين نسوي طريقة ثانية. طريقة ثانية, أول شيء نعرف الفانكشن, نسميها مثلا اختار اسم F. أوكي, اختار اسم function F مثلا, أو لا function, my function, anything. ممكن تختار my function تساوي رمز الات. هنا رمز الات والإنبوت, كم عندي إنبوت هنا؟ واحد عندي بس. انت ما حطيت علامه التساوي, حطيت شرطه هنا. اي هذه مو, لا تساوي. كيف شرطه؟ هذه تساوي, ما هي بشرطه. هذه تو انبوتس يا دكتور ولا ليش تو انبوتس؟ عندي بس فاريبل واحد هو الاكس, متغير واحد. تمام, ما شفت السؤال. إذا حطيت at بين قوسين x لأنه عندي one input. بعد ذلك تحط the expression of this of your function, يعني 10 exponential minus 2 ضرب x. أوكي, الات هذه دكتور تعبر عن إيش؟ الات قلنا الماتلاب معناه is alerted, كأنك تعطي إشارة إلى الماتلاب أنه هذه عبارة عن function handle. أوكي, هذه الات, إذا استخدمت الات الفانكشن الماتلاب راح يفهم أن هذه فانكشن. شوف أول ما نسوي run بس لهذه F9 راح نشوفها وظيفت في الورك سبيس. شوف كيف وظيفت في الورك سبيس. أوكي, فانكشن. طيب name my function. شوف لاحظ الأيكون هنا عندها أيكون خاص. أوكي, وتلاحظ الكلاس هنا, الكلاس تسمى function handle. function handle هذه اسم, يعني like يعني مثل الكنية للfunction. فيه الfunction العادي وفيه الfunction handle في المطلب. تمام, راح تكون على شكل variable, والvalue هذه هي الvalue. شوف الvalue, حط لك القيمة هنا, حط لك يعني الequation كاملة. أوكي, طيب الحين راح نسوي تجارب. هنا نروح للcommand window, نفترض أنه نحب نحسب f for x يساوي 2. مثال راح نسوي my function كذا مثل sign function, نطلب my function ونحط 2. ف
فعلى طول يعطي لي الناتج. اوكي هي نفس يعني زيها زي الكوست مثلا، لما نطلب الكوست 2 نفس الطريقه هنا راح نطلبها my function. اوكي مثلا سالب واحد خلاص انا يعتبر كذا عندي الفانكشن، عرفت الفانكشن. هذه نحطها فقط stand by as comment، هذه الطريقه اللي كنا نستخدمها من قبل بدون فانكشن يعني comment. الحين نسوي plot باستخدام لما يكون عندك handle function، هذه function مثل هذه تستخدم الكوموند fplot to plot the function. الfplot هذه فيها الargument input argument handle function في البداية، يعني لازم نحط اسم الفانكشن تمام ويكفي. لو هنا ممكن نضيف range، ممكن نضيف specification line specification options etc. line specification مثل البلوت العادي والother options. لو ما نضيف range حيعطي لي automatic by default، يرسمها يختار range معين الx من 0 إلى 10 أعتقد ويرسم لك الفانكشن. لو نحب نختار الرانج نحط فاصلة ونحط الرانج between two brackets، نحط 0 مثل ما طلب مني هنا في السؤال 0 2 نحط الليميت الأول 0 الليميت الثاني 2. اوكي اذا ال f plot function هي function plot، اذا يعني كانها function plot plot of a function. بدل البلوت هذه بلوت اكس واي تحتاج الى تو ارجمنت على الاقل، الفيكتور اكس والفيكتور واي. هنا ما تحتاج فيكتور، تحتاج الفانكشن. اوكي طيب الحين لو الدكتور يعني اف البلوت ما تقبل الفانكشن، بس ما تقبل الى فانكشن نعم، لكن قد تقبل سترينج فانكشن. سترينج فانكشن ايش هي السترينج فانكشن؟ قد ممكن نكتبها بشكل هذا اف بلوت، نكتب الفانكشن على شكل string فقط، لكن هذه الطريقة راح يعني مع الـ new versions ممكن تسحب، يعني it's not recommended. مثلا نحط الفانكشن نحطها الـ expression into string، يعني داخل رمز string كذا، هذه قد تقبل في الـ fplot تمام. راح نشوفه نجربها ونشوفه two. طيب هذه وهذه نفس الشيء اوكي، لكن هذه افضل. انا لازم تعرف ان هذه افضل. ليش افضل؟ لانه تعريف الفانكشن بطريقه السترينج لا يقبل other parameters than x، يقبل بارامتر واحد فقط. لو انت مثلا عرفت، نفترض عرفت ان بارامتر a يساوي 10 مثال واستخدمته هنايا، بدل ما تستخدم 10 تستخدم a، في الفانكشن anonymous function راح يقبلها هنا، بس هنا لو استخدمت الاي ما راح يقبلها، حجيك غلط. هنا لازم كلها يعني الاكسبريشن هنا لازم تكون فقط فيها one parameter اللي هو الاكس الفاريبل اكس. اذا لو نسوي run هذه فقط، نجرب الفانكشن هذه run، لاحظ هنا يعطيك warning f plot will not accept character vector or string input in future release. تمام الطريقة هذه في الـ versions الجاية راح يعني راح ما راح تقبل. use f plot at x اوكي، فيقترح عليك استخدام الفانكشن تمام. فهذه راح اخليها بس هذه اخليها ك نكتب هنا old method old method، وهذه بين قوسين limited limited، لأنه لو عندكم parameters مثل ما سوينا هنا أي يساوي 10 يعني parametric function راح تدخلها بكل بدون مشكلة. إذن راح نجرب هذه خلاص أوكي. هنا الحين مشت معنا function علما انه my function هنا ممكن دخلها على طول في الاف بلوت، يعني بدل ما تعرفها هنا في التعريف تكتب فقط تكتب هذه at x، تاخذ هذه تكتب at x exponential minus 2x تحطها هنا بدون تعريف الفانكشن، لكن تعريفها افضل لانه حتدخل على شكل فاريبل تستخدمها. دكتور عندي سؤال، ليش عرفت الاي ب 10؟
خديت مثال فقط، مثال قلنا لو عندي لو عندي هذه مكتوبة على شكل a exponential minus 2x بحيث a تساوي 10 أوكي. نفترض يعني لو نفترض فيها a exponential، ولو حتى هذا 2 هذا نعوضه بال b مثلا، وال b نحط b يساوي 2. هنا لازم نعرف طبعا a وال b قبل الفنكشن. بالشكل هذا إذا عرفت الفنكشن بالشكل هذا as parametric function، يعني باستخدام المجاهيل هذه a وال b، عفوا الباراميترز هذه a وال b، راح تمشي معك الاف بلوت. بينما لو خديت هنا string function وحطيت a هنا وال b هنا، ما راح يطلع معك، يقول لك غلط. اوكي، لو نفترض نسوي f9 هذه، يقول لك input must be a function of or function of a single variables. single variable ما تقدر تحط many variables. أنا أعطيتك الـ A B فقط للتمثيل، وإلا أنت ما يمكن، ممكن تشيل الـ A والـ B تحط على طول هنا 10، هنا 2، تمام. لكن لو افترضنا أنك في الفنكشن هذه فيها بارامتر A، تعرفوا من قبل البارامتر هذا بعدين تستخدمه في الفنكشن. طيب كنترول انتر مرة ثانية. اوكي، هذا البلوت للفانكشن، والبقية نفس الطريقة. يعني نستخدم الحين الاكس ليبل هنا، تعريف الاكسس هنا الاكس، عفوا اكس، الواي ليبل. اوكي، نعرف الفانكشن اف اوف اكس يساوي، نكتب الفانكشن f of x يساوي 10 exponential. اوكي، exponential على شكل power، ونحط لي داخل exponential في between curl brackets minus 2x. اوكي، فيطلع لي البلوت هذا. اوكي، هذا مثال في الكويشن الأول. في الكويشن الثاني عندكم مثال آخر ل يعني function with more than two، يعني more than one output، more than one output. هنا الفانكشن هذه راح تقبل one input and three outputs. المطلوب هنا generate temperature conversion table from 0 to 50 degrees Celsius with an increment of 10 degrees Celsius. Use the following equation for the relationships between temperature in Celsius and Fahrenheit and Kelvin and Rankine. Okay, العلاقات between Fahrenheit and Celsius كلها معطات هنا. مثلا temperature بالفهرنهايت على سلم الفهرنهايت، هذه علاقته مع السلسيوس. الكلفين هذه العلاقة مع السلسيوس. الرانكين ولا الرانكين هذه العلاقة مع السلسيوس. تمام؟ استخدم الانونيموس فانكشن with three outputs. ليش three outputs؟ لأنه عندي three equations. ففي الاوتبوت راح يكون عندي temperature بالفهرنهايت بالكلفين وبالرانكين. Display the result using the function table. تمام، راح نستخدم الفانكشن table to display the result in this question. فكم عندي input؟ كم عندي input argument هنا؟ ثلاثة. لا، input عندي واحد. بس واحد. نعم، لو نفترض عندي temperature بالسلسيوس، راح يمكن نحسب all other temperatures. تمام، temperature بالسلسيوس هو الinput. ليش؟ لأنه إذا عرفت التي سي خلاص نحسب تي اف تي كي تي ار. تمام، فعندي one input and three output. اوكي، خلاص الحين نعرف الفانكشن. اول شيء تعريف الفانكشن. الفانكشن نعطي لها اسم، اعطوني اي اسم يناسب الفانكشن. مثلا conversion temperature، مثلا ممكن خليها temperature conversion ولا بس temperature.
نحط تي مثلا conversion كذا، تختار اي اسم يناسب at كذا at بين قوسين الفاريبل input. ممكن نفس الشيء التسمية هنا ما عندها تأثير، إذا سميتها X تستخدم X في المعادلات، إذا استخدمت T بالسلسيوس كذا تستخدم T C في المعادلات، تمام؟ الاسم ما يأثر. الحين الأوتبوت ما دام عندي 3 أوتبوتس راح نأخذهم كلهم في براكتس كتعريفهم كفيكتور، يعني نحط الإكويشن الأول بعدين فاصلة الإكويشن الثاني بعدين فاصلة الإكويشن الثالث، تمام؟ الإكويشن الأول راح يمثل إيش؟ temperature بالفهرنهايت، راح نحط المعادلة هذه يعني 9/5 ضرب TC تمام زائد 32. دكتور تفضل. نعم بص الفانكشن مو بمفروض ان الاوتبوت نحطها قبل اللي بعد النيم فانكشن وقبل الاشاره؟ لا 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 الاوتبوت دائما هنا اخر شيء الاوتبوت في الـ في الهادي في الانونيموس فانكشنز. وفي الفانكشن العاديه لا صح؟ لا في الفانكشن العاديه لا. اي ايه تمام عشان الخبط. طيب الاوتبوت الثاني راح يكون معادله هذه الثانيه الكلفين تي سي، راح يكون تي سي بلس 273 فاصل 15 كذا. اوكي الاوتبوت الثالث راح يكون تي ار عفوا تي ار 9/5 نكتب المعادله بس ملتيبلايد باي تي سي زائد 273.15. قلنا هنا الانبوت فاريبل لو حطيتها اكس اوكي ما تفرق، راح نحط اكس في كل الايكويشنز اكس اكس اكس. اوكي هنا عباره فقط عن فاريبل. الحين حنسوي مثلا حنسوي عمليه نشوف صارت تي كونفرشن معرفه هنا، راح نحسب مثلا تي كونفرشن يعني لما تكون temperature 20 مثال. اوكي عندي 3 values 68 293 و527 تمام، يعني هذه بالفهرنهايت وهذه بالكلفين وهذه بالرانكين. اوكي لاحظ شيء ثاني، ملاحظة اخرى الفواصل هنا ممكن نستخدم الكوما وممكن نستخدم سيمي كولون سيمي كولون. لو استخدم سبيس برضه صح؟ لا لا سبيس لا، اما اما الفاصلة او سيمي كولون. نعم اذا لو استخدمت سيمي كولون نعرفها من جديد ايش الفرق هنا، راح تصير عندي نفترض نحسب يعني temperature for 20 راح تطلع لي بالشكل هذا على شكل عمود النتائج. اوكي هذا هو الفرق، احنا خليها على شكل فاصله لانه في الاخير نسوي تيبل عارف ايش السبب، نعطيكم السبب في الاخير. طيب الحين نعرف تي بالسلسيوس كم تساوي تي سلسيوس ونحسب بعدها التمبيرتشرز. اوكي الانبوت عندي تي بالسلسيوس راح يكون من 0 الى 50 with increment 10 راح يكون زيرو. دكتور بس احنا عرفناها فوق بيكس فليش تكتب تي سي؟ المفروض نكتب اكس. لا 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 هذا هو مجهول وخلاص مجهول. انت الحين التي سي لا اقصد انه شوف انه 9/5 مضروبه في اكس، الاكس هو التي سي، انا عرفت الاكس بدال التي سي فمو ما يهمش. انت الحين انا الحين لما دخلت هنا 20 هل ندخل اكس ولا 20 اي قيمه هنا ما يهمش. الحين راح نسوي مثلا ان نبغى نسوي كذا تي كونفرشن تي سي والتي سي نكون عرفتها على شكل مثلا نقول تي سي يساوي 20 وش الفرق؟ اوكي فهمت.
المقصود هذا قلنا فقط تعريف بدالة الإكس. الحين أنت لما تسوي الكالكوليشن تعرف الإنبوت لحاله وتعرف الأوتبوت لحاله، تمام؟ إذا نعرف إكس ولا هنا تي سي من صفر إلى 50 والإنكريمنت 10 كده، إنكريمنت 10 أوكي. تي سي يساوي صفر، خلاص. أنت لو تحب تحط إكس حط إكس ما فيش مشكلة، بعدين قل له يعطي لك العملية فور إكس تي كونفرشن، تطلب كده تقول له يحسب لي تمبيرتشر فور إكس أوكي. لكن أنا عرفتها كده تي سي، حتى ليش؟ لأنه حطها هذه نحطها في الجدول، تي سي تساوي تي كونفرشن تي سي. خلينا نجرب هذه ونشوف شوف النتيجة. أوكي. شوف المشكلة هنا، المشكل هذا تي سي من 0 إلى 50، تمام؟ الأنسر هي الأنسر for this command this one، يعني الconversion output، الoutput للfunction. الoutput حيطلع حالي بالشكل هذا، الفيكتور الأول فيه كم؟ 5 قيم اللي تمثل الكلفين ولا الفارنهايت الأولى، بعدين 5 قيم ثانية ولا 5 ولا 6 6 نعم 5 6 6 قيم الأولى تمثل الفارنهايت، 6 قيم الثاني تمثل الكلفين، والست قيم الأخرى تمثل الرانكين. أوكي، أنا ما نحبش تطلع لي بالشكل هذا، كيف نعدلها؟ نعرف هذه على شكل، نعم، نغير، إما نغير هنايا نخليها كده بحيث تصير يعني أعمدة، أو الانبوت نغير الانبوت هنا، لانه انبوت معرف على شكل صف، الانبوت نحطه على شكل عمود، عفوا نحط الانبوت على شكل عمود، فهنا في الاوتبوت يكون عندي العمود الاول فاصله، العمود الثاني فاصله، العمود الثالث. نجرب مره ثانيه. اوكي، إذا لما عرفت الانبوت على شكل عمود طلعت لي الاوتبوت على شكل أعمدة 1 2 3. مرة ثانية هنا لو حطيت الحين خليتها سيمي كولوم، المشكلة حتصير لي كلها يعني تنزل تحت كلها في على شكل عمود واحد. اوكي، فأنت لازم تعرف كيف تلعب بالانبوت والاوتبوت بحيث الديسبلاي يكون كويس. فأنت خليها الانبوت عمود، وهنايا عرفهم بالشكل هذا. طيب الحين الاوتبوت احنا نعطيه اسم، الاوتبوت نعطيه له اسم، نبغى مثلا تمبيرتشر نسميها تمبيرتشر تي، ولا تي بس تي يساوي تي كونفرشن تي سي. اوكي، تي كونفرشن تي سي نحط هنا سيمي كولون، فصير عندي بالشكل هذا، صير عندي خلينا نشوف كنترول انتر. اوكي، تي هل مصفوفه التي temperatures، تمام. العمود الاول يمثل الفهرنهايت، العمود الثاني يمثل الكلفين، العمود الثالث يمثل ايش؟ رانكين. مره ثانيه نعرف الحين تي فهرنهايت تساوي التي، لانه راح ناخذ الماتريكس هذه المصفوفه الاولى، اي ويل اكستراكت، ناخذ العمود الاول اكستراكت فروم ذيس ماتريكس العمود الاول، ونسميه هذا تي اف يعني تي فهرنهايت، او خلينا نسميه مثلا لو تحب يكون اوضح الفهرنهايت نكتبها نعم فارنهايت، بعض المرات تعريف الفارنهايت فارنهايت، تمام. تي فارنهايت يساوي تي العمود الأول، نستخلص من الماتريكس تي العمود الأول، يعني نكتبها بالشكل هذا. أوكي،
بعدها تي كلفن يساوي اش تي العمود الثاني. وفي الأخير تي رانكن يساوي تي العمود الثالث. ليش حطيتها كذا؟ يعني حطيتها عمدا لأنه في الأخير لما نسوي تيبل أوكي راح نحط اسم الفاريابلز كاملة. هنا حط تي فارنهايت فاصلة تي كلفين بعدين تي رانكن. تمام حط سيمي كولون. خليني نسوي كلير سي ال سي في الاول شورت. طيب كنترول انتر كويستشن ثاني. فلاحظ التيبل كيف يطلع لي مع التعريفات في بدايه التيبل اوكي تي فارنهايت تي كلفن تي رانكن. بالشكل هذا يصير عندي شيء يعني تيبل يعني يكون واضح. ممكن حتى نضيف تي سلسيوس في البدايه, ممكن حتى نضيف عمود اخر تي سلسيوس حتى تكون الكونفرشن تيبل يكون كامل. فهنا خلينا نعرف, هنا نعرف بدل ما نعرف تي سي نعرفه تي سلسيوس. اوكي تي سلسيوس تي سلسيوس. وهنايا لازم طبعا نحط تي سلسيوس, لازم يكون نفس ال اوكي. وفي التيبل حط تي سلسيوس. كنترول انتر فانكشن فاريبل تي سلسيوس. هنا ممكن في خطا. نعم تي سلسيوس بالاس. اوكي فصار عندي جدول اضفت العمود الاول تي سلسيوس والكونفرشن تيبل يكون واضح. يعني فور زيرو سلسيوس عندي 32 فهرنهايت, 273 كلفين, 491 رانكين الى اخره. نقرا التيبل بشكل كويس. فاستخدام الفانكشن تيبل هنا استخدام الفاريبل نيمز يتيح لك التسميه, هو يتيح لك التسميه بالشكل يعني في راس العمود على راس الجدول. اوكي طبعا في طريقه اخرى, في طريقه الاخرى لو تحب تغير الاسم راح تضيف other arguments هنا, لكن هنا ما راحش ندخل في التفاصيل. يعني ممكن تسوي في الاوبشنز هنا اضافه other options. في الاوبشنز راح تعطيني name for the variables, تختار name for the variables. لو نفترض انه عندي هذه name تختلف على name اللي حطيتهم هنا فراح نضيفهم في التيبل. فيش مش هذه ما راح نستخدمها لانه خلاص ما نحتاج فقط يكون التعريف بالضبط نفس التعريف للفاريبلز اللي نحطهم في التيبل. اوكي واضح يا شباب؟ واضح دكتور. كيف سويت التي فارنهايت 14 هذه تي كلفين وتي فارنهايت؟ يعني قصدك الصف كله؟ ايوه بين قوسين نقطتين واحد ونقطتين واثنين وثلاثه كذلك. الصف 13 فهمت الصف 13 لما عرفت الصف 13 فهمته كيف سوينا؟ لا والله لا لازم تفهم الصف 13 بعدين نروح 14. طيب الصف الاول تعريف الفانكشن اللي تسمى تي كونفرشن عرفناها. الصف الثاني ديفاين انبوت, هنا نكتبها ديفاين انبوت. انبوت طبعا اعطيت له رمز, انا اخترت رمز من عندي تي سلسيوس سميته تي سلسيوس. انت تختار اي شيء. تمام الانبوت هذا من 0 الى 50 وحطيته على شكل عمود. اوكي
من 0 إلى 50 على شكل عمود. الحين هذا الصف calculate output. الاوتبوت انا عرفته بالشيء بالتي، رمزت له رمز فقط تي وش تساوي. ناديت الفانكشن، ناديت الفانكشن واستخدمت الانبوت ارجمنت تي سيلسيوس، بس كاني كتبت كده، كاني كتبت تي سيلسيوس عفوا تي كونفرشن، فتحت قوس واعطيته مثلا 410 مثال. ايش يعطيني؟ يعطيني الاوتبوت يساوي انسر. لكن لو افترضت اني عرفت واي از اوتبوت، واي تساوي تي كونفرشن 10، المطلب راح يعرف لي نيو فاريبل واي اللي هي الاوتبوت تساوي 50 200 500. مهندس في شس؟ نعم في تي سيليسيوس اللي هي من 0 إلى 50 والزيادة 10، لو ما حطيت ال شو اسمه الداش هذه ما تحل معي صح؟ لا تحل معك، لكن يطلع لك كله صف واحد، النتيجة كله في صف واحد. يجمعهم لك في صف واحد كامل، لأنه ليش؟ لو إذا ما تحط داش هنا يطلع لك temperature celsius vector، هذا يطلع لك صف. اوكي، فبالتالي الاوتبوت يطلع لك صف هنا، صف فاصله صف فاصله صف، فيجيك الاوتبوت كله 1 رو، صف واحد. تمام، في الحاله هذه لو عرفت انت celsius صف يعني تشيل الداش هنا، على الاقل عرفه على شكل بالشكل هذا، حط سيميكولون، يجيك الاوتبوت صف، بعدين تحتها صف، بعدين تحتها صف، فتجيك ماتريكس في الحالة هذه. اوكي، حسب تعريفاتك انت شوف هذا انت تخيله كفيكتور، تعريف الفيكتور. لو حطيت سيمي كولوم، الاوتبوت الاول يجيك في الصف الاول، الاوتبوت الثاني في الصف الثاني، والاوتبوت الثالث في الصف الثالث. لكن لو حطيت هنا فواصل كوما، each output، الاوتبوت يجيك في العمود الاول، الاوتبوت الثاني في العمود الثاني، والاوتبوت الثالث في العمود الثالث، كله في نفس الصف اذا حبيت. تمام، خلاص. الحين انت، انا اخترت اسم من الاوتبوت سميته تي، التي هذا هو التي، هو الماتريكس تي، تطلع لك ماتريكس. الحين انا عرفت هذا كله تعريفات، ربزت للفهرنهايت فيكتور فهرنهايت بالتي فهرنهايت، رمز انا اخترت رمز من عندي، وخذيت القيمه من الماتريكس تي، خذيت القيمه من الماتريكس تي بحيث تصير عندي تي العمود الاول. اوكي، لانه ليش نشوف التي هنا؟ التي عندي العمود الاول هو الفهرنهايت، العمود الثاني هو الكلفين، والعمود الثالث هو رانكن. فأنا سميت هذا، خديت يعني عملية الإكستراكشن، إكستراكت this column الأول سويتها هنا، بعدين إكستراكت العمود الثاني وسميته تي كلفين، والعمود الثالث سميته تي رانكن. ليش؟ لأنه في الأخير لما نستخدم التابل نحتاج إلى variable names. تمام، نفترض الحين، نفترض لو ما عرفت الفارنهايت والكلفن والرانكين، حطيت فقط كذا تيبل، تيبل تي مثال، وش راح يصير؟ يصير عندي F9، يصير عندي تيبل بالشكل هذا تي، بعدين القيم الفوق تي والقيم تحت. انا حبيت يكون تعريف التي من الفوق في بداية الجدول يكون بالاسماء، بالتالي عرفت كل واحد لحاله. تمام، يعني انت التيبل، نتيجه التيبل راح تظهر لك مثل ما عرفت هنا الاوت الانبوت. اوكي، لو تاع خديت الفاريبل تي راح تطلع لك تي، الاسم تي. لو خديت تو فاريبلز اذر فاريبل، معناه خديت مثلا تي سيلسيوس وتي، مثال تي سيلسيوس
فاصلة تي التيبل يطلع لك نعم تي سلسلس فيها غلط التيبل يطلع لك فيه سلسيوس فيه الكولوم تي سلسيوس وفيه الماتريكس تي اوكي لذلك انا فصلت هنا خديت تي فهرنهايت عرفت هذا الفيكتور الاول تي كلفين عرفته بالفيكتور الثاني وتي رينكن عرفته بالفيكتور الثالث في الاخير تطلع لي النتيجه with four vectors table with four vectors تمام لكن انت لو سويت كذا راك جاوبت على السؤال ما يعني ما يحتاج هذا جواب على السؤال فيش مشكله اذا نروح للسؤال الثالث مهندس تفضل عندي سؤال في السؤال الثاني لما جيت عرفت الاوتبوت اوكي اقدر اقول انه تي اف تي كي تي ار ثم اعرف ان تحت اقول تي ار تساوي كذا وتي كي تساوي الاكسبريشن حقها طبعا ايه مفيش مشكله قصتك هنا في تعريف الاوتبوت ايه لا الاوتبوت حيكون واحد بس واحد فيكتور وان فيكتور لا في الفانكشن لما عرفت الفانكشن في الاوتبوت ايه نعم هنا ايوه اللي ايوه هنا يصير تعريف الفانكشن تي اف تي ار تي سي قصدك هنا في تعريف المعادلات هذه ايوه تحط تي اف لا في معادلة لازم تحط معادله بداله الاكس هنا انت مضطر انك تحط الايكويشن ان فانكشن اوف اكس ما تحط اي شيء لازم هنا ما يقبل لك الفانكشن الا اذا حطيت اكس بداله الاكس هنا كله بداله الاكس تمام الاوتبوتس في تعريف الفانكشن لازم يكون بداله الانبوت اوكي لكن الرموز انت حط الرموز اللي تبغاها لو حطيت هنا رمز اخر مثلا ما ادري حطيت رمز زد لازم تحط زد هنا اوكي الى اخره السؤال الثالث خلينا نرجع للسؤال الثالث لكن قبلها نشوفوا بس الطلاب اللي الحضور اعتقد مشيت معاه يزن ظاهر معاذ الأسمري موجود محمد المهيدب مؤيد النفيسة فيصل العجروش حسن حاضر مهند العامر ماجد العصيمي حاضر دكتور حاضر بدر العمري سعد الفهيد حاضر يا دكتور عبد العزيز الخمعلي عبد العزيز خمعلي عبد العزيز آل الشيخ حاضر معاذ الحامد موجود يا دكتور طلال العمري حاضر نواف الرويلي حاضر زياد الدباس موجود يا دكتور وائل الشهري حاضر فياض فياض موجود بس اتوقع عنده مشكلة في المايك يا دكتور يكتب دي عنده مشكلة في المايك يكتب شات ولا يرفع يده ولا اي شيء يعطي اشارة تمام
فراس الفراوي فيه الصوت والصورة طبعا. نعم حاضر يا دكتور. سعد العريفي وفيصل المطلق حاضر. فهد البقمي حاضر. وليد الشهري حاضر. إبراهيم الحميزي حاضر. نواف العيسى موجود. عبد العزيز الدعيلج حاضر. إبراهيم السعري موجود. يزيد بنعمة حاضر دكتور. نواف الغامدي حاضر دكتور. محمد العريفي حاضر. ورائد المدرع رائد المدرع حاضر يا دكتور حاضر. تمام خلاص. إذا فياض فياض ما رجع البقية كلهم خلاص هم يشوفوا أسماءهم اللي في شيء يقول حاضر حاضر. سعد العريفي نعم نعم سعد العريفي ما حط ايه خلاص حاضر نعم تمام. اذا نواصل في السؤال الثالث. اذا السؤال الثالث طبعا راح نشوفه some comments related to inputs والoutputs. هذه راح تشوفوها في chapter 7 ما ادري ممكن بديتوا شفتوها لكن احنا راح نستبق شويه الاشياء لانه الوقت يداهمنا. طبعا مش كل شيء ما شفتوش في المحاضرات يعني لازم ما تشوفوش في اللاب. في بعض الاشياء تشوفوها في اللاب وتشوفوها في محاضره متاخرين ولا العكس. اوكي create matlab function هنا with one input two outputs that returns horizontal and vertical distance of a projectile with a short angle theta. هنا راح نسوي matlab function. نرجع للمطلب function ونعرف الايكويشنز هذه في function short angle according to the following formula. طبعا راح الحين نعرف الفانكشن as a sub function مثل ما سوينا في الاسبوع اللي فات اللي قبلها. اذا هنا راح نروح شويه بسرعه لانه عندكم التسجيل اول شيء وثاني شيء هذا سويناها. عندكم الاوتبوت how many outputs two outputs. اذا نكتب كده الاوتبوتس راح يكون horizontal والvertical distance تساوي نسمي الفانكشن شوت مثلا شوت لانه related to the shot of a projectile والتايم هو الانبوت. اوكي تايم هو الانبوت تي كده. كم عندي inputs كم عندي parameters عندي الفي زيرو والثيتا والجي. اوكي هذه راح تكون global variables لازم تكون global v0 g و عفوا v0 g والتيتا. اوكي هذه راح تكون global راح نسوي global هنا وglobal فوق في بداية الفايل. طبعا هذه تراجعوا بس الأشياء اللي شفناها من قبل. الحين تعريف ال H وال V. H كم تساوي وال V كم تساوي. نكون خلاص انتهينا من الفانكشن. دكتور global عبارة عن ال on put. لا ال global عبارة عن statement comment في المطلب that makes this variable global. يعني حتى يتعرف عليهم في الفانكشن. إذا تحب يتعرف عليهم as global variables لازم تستخدم هذه الكلمة global. بس اذا ما استخدمت جلوبال ما راح يتعرف على الفي زيرو والجي والتيتا حتى ولو عرفته في الورك سبيس. اوكي الحين انا لما نكتب هنا في الكويشن 3 في زيرو كم تساوي في زيرو تساوي 150. اوكي جي تساوي 9.8 والتيتا تساوي باي على 4. خلينا ندخلها بالدقري 45 ندخلها بالدقري. ها ننتبه لما نعرف الفي زيرو جي والتيتا هنا لو ما حطيت جلوبال ما يتعرف في الفانكشن ما يتعرف عليهم. اوكي
لو ما حطيت جلوبال ما راح ياخذ القيم هذه. هذه شفناها عاود راجع الدور يعني جلوبال داخل الفانكشن دكتور. نعم جلوبال داخل الفانكشن وخارج الفانكشن. حتى خارج الفانكشن تسويها جلوبال. اوكي طيب الحين في جلوبال الاتش كم تساوي؟ في زيرو ضرب كوس ثيتا ملتبلايد باي تي. اوكي والفي تساوي ايش؟ في زيرو ساين ثيتا عفوا هنا خليهم نستخدم الفانكشن ساين دي والكوس دي لانه احنا نعتبرها بالدجري. اوكي نقول لكم ليش نعتبرها بالدجري. ثيتا ضرب تي ماينس 0.5 ضرب جي ضرب تي سكوير. تي سكوير طبعا راح تكون بالشكل هذا. راح نستخدم الدوت لانه تي ممكن يكون فيكتور. تي تايم فيكتور ممكن يكون فيكتور. هنا كوس دي تمام. طريقة تعريف الفانكشن external function ولا الفايل فانكشن تختلف على الـ على الـ anonymous functions. هنا نبدأ بالنيم هذا نبدأ بالـ word function أول شيء بعدين output يساوي input يساوي name function input. طيب في السؤال طلب مني prompt الجملة هذه prompt the user to enter the following parameters. إيش معناها prompt the user to enter the following parameters؟ معناها راح نطلب من اليوزر هو يدخل القيم هذه. أنا ما راح ندخلهم في البرنامج بالشكل هذا. إذن لما يقول لي prompt the user نستخدم الcommand input. فيه command في الأوتلاب تسمى input. مثلا راح نسوي كده راح نكتب v0 بدل ما ندخل أنا 150 نخلي اليوزر نفسه هو اللي يدخلهم. نكتب v0 تساوي input. أوكي الانبوت هذه عبارة عن كوماند في المطلب ولا فانكشن في المطلب تسمح لك انك تدخل الفاليوز از برومبت. فراح نقول له مثلا انبوت نكتب له جملة انتر نكتب له انتر دي انيشال فيلوسيتي فيلوسيتي تمام. وهنا بدل ما ندخلها أنا نخلي اليوزر يدخلها. إيش فائدتها؟ فائدتها أنه طبعاً for the end user is different for the programmer. أنت نفترض أنك أنت هو المبرمج تحب تطلع برنامج يكون البرنامج يعني لا يظهر لليوزر الاند يوزر تمام. الكود كله لا يظهر للاند يوزر يظهر فقط الأشياء اللي أنت تحب تظهرها. مثلاً الانبوتس هو الاند يوزر في الاخير راح هو يتصرف يعني يحط الانبوتس ويشوف الاوتبوتس لكن ما يشوف الكود تمام. هذه اللي تسمى كنترولد انبوت اوتبوت كنترولد انبوت اوتبوتس. فالفانكشن هذه انبوت في المطلب معناه برومبت ذا يوزر تو انتر ذا فاليو. اوكي نجربها الحين. لو نجربها نشوف اف 9 هذه ناخذها اف 9 لاحظ هنا في النتيجة راح يقول لي enter the initial velocity بعدين انت راح تدخله تعطيه 150 مثال. اوكي اول ما نسويها راح يضيف هذه الفاريبل في 0 تساوي 150. اوكي راح نضيف فقط شوف هنا لما دخلت لما طلع لي البرومبت هذا enter the initial velocity ما فيش space between هذه velocity وال 150 راح نسوي space هنا تمام سبيس بس لإظهار ال نرجع مرة ثانية enter the initial velocity 150 خلاص. راح نسوي نفس الشيء بالنسبة لل other variables. راح نحط كده prompt for g مثلا نقول له enter the acceleration of the gravity ولا بس خلينا نختصرها إلى gravity enter the gravity تمام. اليوزر هو يدخلها. نفس الشيء بالنسبة للانجل نعرفها ثيتا ايش تساوي input the short angle و
نحدد له in degree. تمام in degree حيث اليوزر يدخلها بدقري. تمام فكل الفاريبلز هذه عرفتها بالشكل هذا. فلما نسوي F9 يطلع لي في الكومند ويندو انتر ذا انيشال فيلوسيتي نحط 150 انتر ذا جرافيتي نحط 9.8 والانجل 45. تمام فيصير عندي بعرفه في 0 الجي وثيتا وين ثيتا ثيتا. تمام فلما يقول لك انت في السؤال prompt the user to enter the following the parameters ولا use the input function to enter the parameters تستخدم الطريقة هذه. الحين نعرف time. التايم فيكتور حيكون for the interval time from 0 to t hit. t hit نعرفه لحاله يساوي 2 في 0 sin theta على g. تمام نعرف t hit لحاله إذن نسميه تي هيت وش تساوي 2 في 0 ساين ثيتا اوكي تقسيم جي. بعدين نعرف التايم تي تساوي لين سبيس هنا نحط ساين دي نفس الشيء ولا ساين نعم ساين دي عفوا ساين دي بالضبط ساين دي لأنه دائما الثيتا بالدقري أوكي ساين دي. ثم نحط لين سبيس من صفر إلى تي هيت راح نأخذ يعني 100 points خليها 100 point لأنه في الأخير راح نسوي بلوت مطلوب مني يوز عفوا prompt the user كذا and plot vertical and verse horizontal distance. بعد ما سويت عرفت التي نعرف الحين الهوريزونتال والفيرتيكال ديستانس باي كولينج ذا فانكشن شوت. اي ويل كول ذا فانكشن شوت كده شوت تي في الاخير. هذه سويناها المره اللي فاتت بس عشان كده انا بسرع شويه. بلوت يعني الاتش مع في مع الفي هوريزونتال مع الفيرتيكال distance او vertical versus plot versus h ونحط هنا x label x label عندكم horizontal distance y label vertical distance اوكي. طيب خلاص تعتبر كذا في question 3 complete. تمام نتاكد فقط من الاخطاء الشوت نفس الفانكشن شوت الاوتبوتس كتبتها بالشكل هذا خلاص. اذا سويت الحين كنترول انتر من المفروض نعم مره اخرى كل مره تسوي كنترول انتر يقول لك دخل الفيلوسيتي دخل الجرافيتي 9.8 دخل الانجل 45 error using dot using operator incorrect dimension for the matrix multiplication check number of columns شوف لين سبيس بس خلينا نتأكد خلاص المشكل ما سوى الجلوبال هنا لسه ما عرفناه المشكل الجلوبال لسه ما عرفناه. خلينا نشوف نسوي ران الفايل كامل يكون اسهل. وصلنا الانتر فيلوسيتي 150 9.8 ودقري 45 خلاص طلعت لي الاوتبوت vertical distance مع horizontal distance. تمام كده أول رسمة. طيب المطلوب الحين في الفقرة الموالية هذه كلش الآلي بسرع لأنه اشتغلنا عليها المرة اللي فاتت بس هذه الانبوت اللي ما اشتغلناش عليها. الحين راح نشتغل على another thing
استخدام الجي انبوت جراف، هذه تسمى الجرافيكال انبوت. يوز ذا جرافيكال انبوت كومن تو كالكوليت ذا ماكسيمم هاي اند ذا تايم الابسد تو هيت ذا جراوند. اوكي، يوز ذا انبوت كومن تو كالكوليت ذا ماكسيمم هاي اند ذا تايم الابسد تو هيت ذا جراوند. طيب الجرافيكال انبوت عباره عن فانكشن في المطلب ذات تسمح لك انك عن طريق البلوت ولا الجراف تطلع يعني outputs، تطلع outputs. كيف؟ إذا استخدمنا الجي input راح يتيح لي المطلب اختار، نختار قيم، نختار نقاط في في البلوت، نختار أي نقطة في البلوت بحيث يطلع لي كم الكوردينيت، يعني كم كم الواي كم الإكس. أوكي، مثلا المطلوب مني حساب الماكسيموم، الماكسيموم هيت الارتفاع، الماكسيموم راح يكون عند النقطة هذه صح؟ اللي هو طبعا هنا في المطلب لو إذا كان شيء حطينا الكرسر هنا يطلع لي الـ X والـ Y كم تساوي، يعني 1160 هو التايم، عفوا هو الأوريزونتال ديستنس، 573 هو الارتفاع. لكن أنا نحب يطلعهم للمطلب على شكل outputs، على شكل outputs يحسب لي النقطة هذه. النقطة الثانية هو التايم، المطلوب هو التايم صح؟ نعم، مطلوب الهيت and the time elapsed to hit the ground، يعني الزمن المستغرق للوصول إلى الجراوند، يعني النقطة هذه، النقطة هذه لما توصل إلى الجراوند راح يكون h يساوي صفر، v يساوي صفر عفوا، vertical distance يساوي صفر. نحتاج النقطة هذه، النقطة هذه أول شيء راح نسوي جريد، الجريد يساعدني في تحديد النقاط. أوكي، راح نضيف هنا جريد بعد البلوت، نضيف جريد تمام. بعدها راح نسوي كده، راح نستخدم الجرافيكال إنبوت. في الجرافيكال إنبوت نحتاج تحديد نقطتين، هذه وهذه، معناها نحتاج تو انبوت، نسويها كده جي انبوت. الانبوت حيمثل عدد النقاط، نمبر اوف بوينتس، اوبشنال، هو اوبشنال، لو ما حطيت، لو ما حطيت ولا شيء راح يعطي لي يعني الحريه في الاختيار، نختار يعني عدد النقاط اللي نحبهم. انا في الاخير نسوي بس انتر، انا لو نحب نختار نقطه واحده نحط 1، لو نحب نختار نقطتين نحط 2. اوكي، الاوتبوت راح يكون على شكل اكس واي، على شكل كوردينيت، يعني اكس والواي يمثل ايش؟ الكوردينيت اكس والواي، كوردينيت واي. راح نجربها ونشوف كده، نجرب ونشوف. خلينا كده نشوف لو جربتها كده. نعم، لو لازم نكتب له، لازم نحط له بلوت، فبالتالي يعني نسوي F9 من النقطة هذه. إذن شوف يطلع لك المطلب، يطلع لك كروس بار، كروس بار لاختيار النقاط. النقطة الأولى راح نختارها هنا تقريبا في الماكسيموم، هنا نضغط عليها كليك وان تايم. بعد ما كليك وان تايم راح نختار النقطة الثانية عند الصفر، شوف هنا نجي للصفر ونحدد النقطة الثانية كده، نضغط عليها مرة ثانية. بعد ما نضغط خلاص الكروس بار تختفي لأنه اخترت نقطتين، ونشوف المطلب ايش يطلع لي. يطلع لي الاكس والواي، هنا اكس يطلع لي مرتين اكس ومرتين واي تمام. ليش؟ لأنه هذه تمثل نقطتين وهذه تمثل نقطتين. الاكس 1 هي النقطة الأولى، الاكس اللي هنا، الاكس 2 هي النقطة الثانية، يعني الكوردينيت اكس for the first point والcoordinate والsecond point والcoordinate y for the first and second point. بعدها نحتاج إلى خلاص نسجل نتائج، بس هنا نحط كده نسجل maximum والminimum، عفوا والtime، التايم لازم نحسب التايم for this، لأن طلب مني التايم. مفروض تايم
نرجع بس للسؤال. Calculate the maximum hay and the time elapsed. هي المفروض التايم اللابسد هو تي هيت فرص, بس تي هيت خلاص ما يحتاج نسوي كذا. يعني كان ممكن نسوي فقط تحديد نقطة واحدة, النقطة هذه, لأنه تي هيت عندي أوكي, تايم اللابسد عندي. فلو طالب مني مثلا horizontal distance at the ground, خلاص هنا نأخذ نقطتين. هل نواصل؟ في سؤال بس. نعم تفضل. لما كان عندك مشكلة في الناحية اللي هو الايرور في يوزنج multiplication, لما كانت النقاط اللي هو في جزئية المشكلة, أي وش كانت المشكلة؟ كانت المشكلة أنه لسه ما سوى execution للglobal في 0 جي تيتا, فبالتالي الفانكشن الجي والتيتا والفي كانت غير معرفة في الفانكشن. تمام, كانت غير معرفة بعد, لأنه لازم تسوي run للglobal. احنا كنا ما بعد سوينا run. اوكي خلاص. الحين بعد ما طلع لي الx نقول انه الماكسيموم, ايش هي الماكسيموم؟ هي هذه النقطة, هذه صح, الy1 هذه الماكسيموم المفروض 573 تقريبا, 573 لاحظ, يعني الماكسيموم هو حيكون يساوي ايش, y1 كده, y واحد هذا الماكسيموم. والهوريزونتال ديستانس لو نفترض هو طلب منه في سؤال, على كل حال الجراوند المفروض يطلب منك الهي, عفوا هوريزونتال ديستانس عند الجراوند, فيش مشكله, طلب مني التي, خلاص نعطيه له التي. ايش نكتب هنا؟ استخدام الفانكشن ديسبلاي. الحين استخدام الفانكشن ديسبلاي في الانبوت ارجمنت فور ذا فانكشن لازم يكون variable إما string أو numeric. أوكي مثلا لو مثلا طلب قلت له display y1 كده, display y1 إيش يعطي لي؟ يعطي لي القيمة ال y1. تمام, لو طلبت منه display الحين نعطي له جملة display, نعطي له string أوكي جملة, the maximum هاي هاي ماكسيموم هاي, ايش يطلع لي؟ يطلع لي هذا الجمله the maximum هاي. نواصل, the maximum هاي is كذا f9, يطلع لي the maximum هاي is. الحين نحب يطلع لي جمله بحيث تظهر لي النقطه القيمه هذه, the maximum هاي is كذا 573. كيف نسويها؟ كيف نسويها؟ يعني يجي في السطر واحد في one line يكتب لي the maximum هي is 573. ما عندكمش فكرة طبعا. هنا ما يمكن نحط بين يعني between the quotes, نحط له مثلا y1 كده, ما راح يفهم انه y1 هي القيمة هذه, يحط لك هو y1 بدون ما يحط لك y1. اوكي احنا نحب نضيفها الحين as a variable, as يعني نعم as variable ندخلها, لكن المطلب يقبل only one variable, إما تكون string أو تكون numeric, واحد من اثنين. إما تكون string معناه لو قلت له مثلا فاصلة ضيف لي الواي 1 كده حيطلع لي غلط. أول شيء لازم تكون one variable, لازم هذا كله نحطهم between brackets. تمام, كل هذا between brackets. أوكي لأنه الـ display يقبل فقط one input. لكن تبقى فيه مشكلة ثانية, أنه الـ y1 عبارة عن numerical value والـ input الأول هذا عبارة عن string, فإحنا ما يمكن نطلب منه مرتين, يعني مرة string ومرة numeric. لو هذه كانت numerical value مثلا حطينا x1 مثاله,
راح يقبلها مطلب راح يقبلها display راح يطلع لك 1150 و573. نرجع لها display the maximum height is y1. حنا نضطر الحين نحول إما هذه إلى string أو نحول هذه إلى numeric. هذه ما يمكن نحولها إلى numeric لأنه نبغاها تكون string. نحول ال y1 إلى string لأنه كده رح يطلع لك error. كده the maximum height is فيه مشكلة ما يعني أعطى لك قيمة غير مفهومة. رح نحول ال value y1 إلى string. كيف نسويها؟ كيف نحولها إلى string؟ نستخدم الفانكشن numerical to string numerical to str بين قوسين y1 في عارف أنا أعطيكم معلومات كثيرة اليوم لكن معلش numerical to str تمام numerical to str هي الكوماند اللي تحول لك ال y1 إلى string. كذا لو سوينا الحين f9 يكتبها لك بالشكل الصحيح the maximum height is 573. هذه اكتبها لي فقط as characters as string characters ما تمثل يعني numerical value لأنه ال y1 الحين حولها إلى string. نكتفي بهذا القدر لأنه معلومات كثيرة. فقط يعني خذوا بعين اعتبار استخدام الجي انبوت هي الجرافيكال انبوت واختيار عدد النقاط عن طريق استخدام number of inputs. اوكي display نفس الشيء نفس display تحتاج الى one input يكون between brackets. لو عندك many inputs لازم تحطهم في brackets. اوكي لو ما نحط bracket هنا راح يطلع لي غلط. وكذلك الانبوت هذه طبيعه الانبوت في الديسبلاي راح يكون اما numerical او string ما يمكن يكون الاثنين مع بعض. بالتالي لو 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 اخذنا string هنا لازم ناخذ string في في يعني في الانبوت الثاني. خلاص في اسئله ولا ما في دكتور؟ نعم توصل الجلوبال هل لازم احطها مرتين يعني مره تحت ومره فوق في بدايه مره فوق ايه في الفايل ومره في الفانكشن داخل جوه الفانكشن. ليش وش معناها بالضبط؟ لاني ابي افهم مو ابي افهم. هذه باي سكيورتي باي سكيورتي لانه لو انت لو ما حطيتها في الفايل اول شيء ما راح يقبل لك اياها ما تصير جلوبال. ثاني شيء انت في الفانكشنز راح يسوي لك هذه يعتبرها جلوبال فقط في الفايل هذا نفسه. فانت لو عرفت فانكشن تاني وما حطيت جلوبال وخديت في زيرو جي وتيتا هو في ما راح يعرفهم الا اذا حطيت جلوبال. في كل مره لازم تحط جلوبال باي سكيورتي. نفترض لو عرفنا انذر فانكشن هنا اوكي في الفانكشن هذه عرفنا في زيرو مثلا هنا خديت في زيرو خليتها يعني فاريبل اخرى تماما تختلف على الاولى اوكي واستخدمتها في الفانكشن هذه استخدمتها مثلا في الفانكشن فانكشن اكس هذا مثال بس صح لو حسبت الواي الحين واي تساوي في زيرو ضرب اكس هذا الفي زيرو اللي عرفته جوا الفانكشن هذه ما عندها علاقه بالفي زيرو الاولى تمام طيب لو كتبت تحت جلوبال لو كتبت جلوبال هنا راح تصير نفسها جلوبال راح تصير نفسها نفس اللي فوق نفس اللي فوق نعم تمام هذه بس السكيورتي انك لو ما حطيتها خلاص راح تصير تاخذها كاذر بارامترز وممكن يعني ما راح يغير لك الايكويشن هنا قيمه الايكويشن اوكي خلاص الحين بعد ما خلصنا سوي ران مره ثانيه للفايل كامل اف 5 تمام مره ثانيه ندخل الفيلوسيتي 9.8 كم ديجري 45 ليش ما طلع ليش الجرافيكال ايرور يوزينج بلوت ليش
خلينا نجرب هذا بس كنترول انتر نشوف هل يمشي. السؤال الثالث لا ليش ما مشاش؟ انا كنت حليته من قبل اشتغل معايا. ممكن لازم نضيف فكر بلوت مرة ثانية. اوكي اي نعم هذه اللي سوي. انا نسيت المفروض احط بلوت مرة ثانية بلوت تي والتايم مع الفي. لا مفروض يشتغل يعني مش عارف مفروض حتى هنا يشتغل. خلاص خلينا لو نضيف كلمة فيجر نشوف هل يتغير شيء ولا لا. كنترول انتر 150 9.8 45. طيب ليش هنا اشتغل؟ ما ادري مشكلة. 9.8 معلش احنا راجع مره ثانيه نراجع المشكله اللي طرح يعني لو سويت كذا راح يشتغل F9 بالتحديد راح يطلع لك الناتج لكن بالكنترول انتر ما يطلع لك ما ادري ليش. المهم خلاص ما فيش وقت مره ثانيه ان شاء الله لانه ليش راح ناخذ 10 دقائق كويز بسيط ان شاء الله. اوكي راح نسكر الفايل. كويز على جزئية البلوتينج ولا؟ نعم على جزئية البلوت ولا الفانكشن؟ فانكشن والبلوت فانكشن لكن بلوت بسيط. راح نشيل لكم السؤال اللي متعلق بال فانكشن بال لا لا بالآخر جزئية آخر جزئية. stop recording بس نوقف.